وتعليقا طبعا على أداء الأسواق العالمية تنضم إلينا من عمان لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا بك معنا لينا وشكرا على وجودك. عم نشوف تحركات الأسواق الأوروبية اليوم بأغلبها على تراجعات مع ترقب أي قرارات قد تأتي من المركزي الأوروبي بتغيير أسعار الفائدة. هل برأيك قد تكون مستويات التضخم والتي دخلت في النطاق السالب والتي جاءت مفاجئة للأسواق عامل مهم باتخاذ قرار اليوم رغم أن كل التوقعات تشير إلى عملية تثبيت للأسعار الفائدة من قبل المركزي؟ صباح الخير ميسا. بالفعل يعني هناك ترقب لاجتماع البنك المركزي الأوروبي وأيضا كلمة لكريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي. لا توقعات بتغيير الصندوقية كما ذكرتي رغم الانكماش الحاصل في منطقة اليورو وأيضا وهناك يعني تراجعات بالتضخم وانخفاضات بنطاق السالب ب 0.2% لا أتوقع أي تغيير من هذا الاجتماع وأيضا لأن هناك تقارير تشير إلى أنه يعني الوضع في منطقة اليورو يعني أفضل مما كان متوقعا وبالتالي لا يوجد أي تغيير في النمو الاقتصادي وأي توجهات نحو الانخفاض للأسفل. لا يوجد أي يعني رغم أنه ربما الحديث فقط عن قوة اليورو وبالفعل لو تم الحديث عن قوة اليورو سوف نرى ضغوطات على اليورو بشكل كبير وربما نصل إلى مستويات 1.15 لو لم يتم الحديث عن أي ما يتعلق بقوة اليورو الذي تؤثر بشكل عام على الصادرات والواردات لأنها تعتبر يعني أقل تنافسية بالنسبة للصادرات من أوروبا. فبالتالي كل هذا يؤثر على بسبب ارتفاع قوة اليورو. فأي إذا لم يوجد أي حديث عن هذا الموضوع سنرى ارتفاعات لليورو لكن توقعات تشير إلى ذلك. إذا حصل أي إجراءات وحديث عن مزيد من التحفيز ليس الآن سيكون في نهاية العام عن إجراءات التحفيز المتخذة وأيضا عن برنامج التيسير الكمي الطارئ المعروف بالPEPP. فبالتالي هذه التوقعات فقط التي نشيرها لو حصل أي مزيد أو حديث عن إجراءات للتحفيز إلى الآن. فالحديث فقط عن قوة اليورو وليس عن أي حديث عن أسعار فائدة. ستبقى أسعار الفائدة على الودائع سالبة. نعم. بالمقابل شهدنا الارتداد بالأمس على الأسواق الأمريكية يعني بعد 3 جلسات من التراجعات الكبيرة أدى إلى خسارة الكثير من المستثمرين ربما نتيجة لتراجع أسهم التكنولوجيا. بالأمس تسلا عاد ربما يعني يدفع السوق للمكاسب. برأيك لينا هل هي مكاسب مؤقتة الآن أم هي استراحة محارب بعد 3 جلسات بالنسبة لأسهم التكنولوجيا؟ بالنسبة بالفعل ميسا الأسهم التكنولوجية التي تراجعت بقوة خلال 3 أيام الأخيرة وأمس شهدنا ارتفاعات وعودة كما ذكرت لسهم تسلا بارتفاع 10% بعد انخفاضه ب 21% وأيضا عودة للمؤشرات الأمريكية نحو الارتفاع لكن لا أتوقع أن يستمر هذا الرالي نحو الارتفاع فسوف نشهد مزيد من التصحيح. لا ننسى أن هناك ارتفاعات كانت ومستويات قياسية لأسهم التكنولوجيا خاصة على مؤشر ناسداك الذي ارتفع بنسبة 60% يحتاج إلى عملية تصحيح وربما هذه الارتفاعات الحاصلة هي انفجار الفقاعة. لا ننسى أيضا أن هناك ترقب لانتخابات الرئاسية الأمريكية يعني هناك حذر وترقب حول ما ستؤول عليه الانتخابات ومن سيكون الأوفر حظا على بايدن أم ترامب وبالتالي كله سوف كيف ستكون التأثيرات على الأسواق. ولا ننسى الحروب التجارية وتصاعد التوترات التجارية الأمريكية الصينية بالتالي كل هذا مؤثرات سواء على يعني سوف يعني تؤثر على أسواق الأسهم. فبالتالي أتوقع مزيد من التصحيح وهذه تعتبر فقط هذه الارتفاعات باعتقادي مؤقتة في هذه الفترة في ظل كل الظروف الاقتصادية وخاصة نحن نترقب ما زلنا بيانات عن
بيانات البطالة الأمريكية التي سوف تصدر اليوم، وأيضا ترقب للانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الأبرز، وأيضا ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. مثلا هناك ارتفاعات في الهند، في الولايات المتحدة الأمريكية، في ألمانيا، في إسبانيا، فهناك هذا الارتفاع في هذا الفيروس. أيضا هناك يعني لم يتضح الآن أو الوصول إلى لقاح فيروس كورونا لنرى كيف مسيرة التعافي الاقتصادي أو تتضح هذه المسيرة، وبالتالي كل هذا يؤثر على الأسواق الأسهم. يعني هناك ليس برأيي وجود اتجاه واضح لتحرك الأسواق الأمريكية في الفترة القادمة في ظل الظروف التي يعني نراقبها في هذه الفترة. نعم. طيب بالمقابل لدينا بريطانيا، يعني وهذا التصريح اللي فاجأ ربما الاتحاد الأوروبي لينا فيما يخص عدم التزامها بكل اتفاقيات، وقد تخترق بعض بنود اتفاقية الخروج من البريكزيت. هل يمكن أن نرى أي ردة فعل الآن من الاتحاد الأوروبي بإيقاع بعض العقوبات على بريطانيا في حال عدم الالتزام؟ نعم، بالتالي فعلا نحن نترقب نترقب هذا خاصة هناك المفوضين من الاتحاد الأوروبي ذهبوا إلى لندن وجها لوجه لإجراء المباحثات حول القنبلة التي فجرها بوريس جونسون حول سحب أو تجاهل بعض أجزاء من معاهدة الطلاق أو الانسحاب. بالتالي يعني هذا انتهاك ليعتبر كما وصفته يعني الاتحاد الأوروبي والمفوضين الأوروبية بأنه انتهاك للقانون الدولي، وبالتالي يعني ربما سوف يعني مع اقتراب المرحلة الانتقالية سنشهد إجراءات قانونية أو تسوية منازعات بين الاتحاد الأوروبي وأيضا بريطانيا باتهامها بانتهاك القانون الدولي وأنها فقدت الثقة وبالالتزام بالمعاهدات الدولية وأيضا باتفاق بجميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تلتزم بها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فأتوقع فعلا لو ما لم يتم أي اتفاق في لندن اليوم سوف نرى ربما خلال المرحلة الانتقالية فعلا يعني ربما هناك تسوية للمنازعات وأيضا إجراءات قانونية سوف يتبعها الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا لانتهاك القانون الدولي. وبالتالي نلاحظ الباوند سوف يتأثر فعلا لو فعلا حصل الخروج من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فهذا سوف يدخل بريطانيا إلى منظمة التجارة ضمن قوانين منظمة التجارة العالمية. نعم. وضمن التعريفات الجمركية وأيضا الضرائب، فبالتالي ليس من مصلحة بريطانيا الخروج من دون اتفاق. نشكرك لينا قنوع محللة السوق المالية في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.